السلام عليكم. هذا محلي اللي فجرته الأحزاب اللي تدعي بالتشريع والدين والمذهب، بس إذا أعرف هذا يا مذهب يقبل هالشي ويا قرآن يقبل هالشي ويا دستور يقبل هالشي، لأن أنتقد انتقاد هي حرية التعبير، ويجون يفجرون محلي وهو باب رزقي ورزق عائلتي. هذا هو المحل، محلي باب رزقي ورزق عائلتي اللي أنا عايش عليه وبس هو عندي. فجرت الأحزاب، العمل الجبان يحط العبوة بالباب. وهاي هي هنا حاطة، هذا هنا شان حاطة، راح شنو مسوي؟ يجي بالليل ملثم